كشكل آخر من أشكال الاحتجاج اللي هو اعتصام وإضراب عن الطعام، انطلق على الساعة 10 صباحا من اليوم وسيمتد إلى 10 ليلا من الغد إن شاء الله. هذا شكل احتجاجي إنذاري تنعبر فيه عن رفضنا للمقتضيات الضريبية اللي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تلك المقتضيات المجحفة التي يعني تحد من الولوج المستنير للعدالة لفائدة المواطن البسيط، ولم تراعي لا خصوصية الميناء ولا أدوار المحامي داخل المجتمع، ولم تراعي أيضا خصوصية بعض الملفات التي لها بعد إنساني ولها بعد حقوقي. نتمنى من الجهات المسؤولة استحضار خطورة هذا الأمر واستحضار ما تتضمنه تلك المقتضيات من خرق واضح للمبادئ المتعارف عليها في التدريب، وهي مبادئ أصبحت دستورية بموجب الفصل 39 من الدستور، اللي هو مبدأ المساواة والعدالة الضريبية ومبدأ مراعاة وضعية الملزم الضريبي. هذه الأمور كاملة تم ضربها بعرض الحائط في مشروع قانوني لسنة 2023، بالإضافة إلى ما تضمنه من زيادة في الضريبة على القيمة المضافة، اللي هي زيادة تستهدف المواطن بشكل مباشر. احنا الآن لكنا تندافع وتنضحيه وخايدين هذه الأشكال الاحتجاجية، راه في الحقيقة راه تندافع على المواطن بالدرجة الأولى، لأن الضريبة على القيمة المضافة 20% راه المعني بها. كيف نطالب بالضريبة على القيمة المضافة في ملفات جنائية التي يكون الشخص معتقل وتدان بعقوبة حبسية أو عقوبة سجنية؟ أي قيمة مضافة للمرأة المطلقة؟ أي قيمة مضافة في ملفات نفقة؟ أي قيمة مضافة في ملفات حوادث الشغل حوادث السير؟ وقس على ذلك. لهذا احنا يعني النداء ديالنا هو ان يتم يعني الجلوس على مائدة الحوار مع ممثلين من خلال السادة النقباء والوصول الى حل لفائدة المواطن من الدرجة الاولى ولفائدة العدالة من الدرجة الثانية، ثم استحضارا لخصوصية مهنة محاماة من الدرجة الثالثة. حوار غير ناقشنا امور مهنية بعيدة كل بعد عن الامور، نقيب حطنا في الصورة عما يجري في الساحة والقرار قل الجمعية العمومية لتاخذوا فيه القرار. هادشي اللي كاين.